أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. سباق بين الضربة العسكرية على سوريا والمساعي الدبلوماسية الدولية في ظل هدنة الكونغرس. رواية الدخان الأبيض عن تأليف الحكومة لم تصمت طويلا. لماذا ارتفعت أسعار بطاقات السفر من بيروت؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. خير، هدنة الكونغرس ما زال متبقيا منها 7 أيام، فهل تكون كافية لوقف مسار الضربة الأمريكية الفرنسية لسوريا؟ واشنطن تنتظر انتهاء عطلة الكونغرس، باريس تبدو الأقرب إلى الموقف الأمريكي، موسكو تواصل الضغط لوقف مسار الضربة، فتعلن بلسان وزير خارجيتها أن الضربة قد تؤدي إلى تأجيل جنيف 2 إلى الأبد. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يبدي اقتناعه بأن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي. دمشق تطلب من بان كي مون منع ما وصفته أي عدوان عليها. وفي الانتظار ترقب لبناني ثقيل في ظل شلل على كل المستويات، فرواية أن هناك حراكا متقدما لتشكيل الحكومة لم تعمر طويلا، فيما البلد بعد غد الأربعاء مع شلل جديد بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية للبحث على الإسراع في تشكيل الحكومة. البداية تبقى من آخر التطورات السورية. إذن المواقف والاستعدادات لضربة عسكرية متوقعة على سوريا تتواصل، ووفد برلماني روسي سيجري مباحثات في الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا.